ملك. يلا يا ماما مشينا. هنا جاب العامل اللي هو يسمونه الفاليه. الفاليه جاب السيارة هنا. يلا. طيب يا جماعة الخير، أنتوا قبل شوي شفتوا السيارة الجديدة من روز رايز. المعذرة أول شيء، لأن أنا توقعت أن أول سيارة هي الكهربائية بالكامل، ولكن أنا غلطان، فالمعذرة. بس السيارة الثانية اللي أنتوا شفتوها هي اللي كانت السبكتر كهربائية بالكامل. كشكل أعطيها يمكن 8.5 من 10، ولكن كسيارة روز رايز أعطيها 7 من 10 مع السعر. سعرها مبالغ فيه، إيش اللي 420 ألف دولار؟ ما تستاهل. فإذا تبغى روز رايز خذ يا فانتوم يا كولينن، سلامتك. المهم أنا الحين بروح أنام، فتصبحون على خير.